إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة. تاني نمرة من الرئيسي، غرفتين ورسبشن وحمام ومطبخ. ده المدخل، ده مدخل العمارة كده، وهنا في دار تحفيظ قراع، وده السلم كله رخام. ده مدخل العمارة، ده مدخل باب الشقة كده. هنا في صالة، شقة 80 متر، غرفتين وصالة وحمام ومطبخ. الدور الرابع وليس الأخير، دي طرق التوزيع. النور مقطوع معلش. ده الحمام، وهنا عندنا المطبخ. كهرباء قطع معلش. وادي غرفتين، ادي غرفة وادي غرفة. الشقة تاني النمرة من الرئيسي. الشارع الرئيسي قدامنا، تاني نمرة منه. الغرف كبيرة، وادي غرفة رقم 2 بالبلكونة طبعا. الشقة ترى الرئيسي تاني نمرة منه. الشارع اهو، دي غرفة، هو النور قاطع يعني احنا بنصور والنور قاطع. دي غرفة النوم الرئيسية. ودي غرفة 2، الغرف كبيرة، أوضة شطيب صور لوكس، واقف على الألوان بس. وهنا دي طرقة التوزيع اهي. وهنا المطبخ بالرخامة بتاعته، سيراميك لحد السقف طبعا. وهنا الحمام، وده باب الشقة في الوش اهو. وهنا زي ريسبشن صغير.